معبد ننماخ في بابل، مبنى أثري خصص قبل آلاف السنين للكهنة والعاملين في خدمة المعبد، لجأ إليه الملوك لطلب الشفاء والتبرك، فيما يعتقد عدد من المسلمين غير العرب أن المعبد مذكور في القرآن الكريم. هنا كانت تعبد السيدة العظيمة ننماخ، آلهة العالم السفلي. في هذا المبنى 17 غرفة خصصت قبل آلاف السنين للكهنة والعاملين في خدمة المعبد الواقع جنوب المدينة البابلية. جدد بناءه الملك نبوخذنصر ليكون مكانا تعبد فيه المرأة بغرفة تسمى قدس الأقداس، ويلجأ إليه الملوك لطلب الشفاء من الأمراض والمباركة من السيدة ننماخ. في تلك الفترة المرأة كانت تعبد، وأيضا الملك الإغريقي الإسكندر المقدوني عندما مرض سنة 323 قبل الميلاد كان أيضا يأتي للمعبد لغرض التبرك ولغرض بأن تشفيه الآلهة ننماخ. في هذا البئر داخل معبد ننماخ كانت تمسح الذنوب والخطايا، فيما يقوم العديد من المسلمين خصوصا في شبه القارة الهندية بالحج إليه وقضاء ليلة للمناجاة، اعتقادا منهم أنه ذكر في القرآن. للتطهير خصوصا النساء عندما ترتكب خطيئة أو قبل الصلاة فلازم تطهر. يذكرون المسلمين من غير العرب، أكثر شيء باكستان، أفغانستان، الهند، عندما كانوا يحجون يمرون لهذا المعبد، أي معبد دنماخ أو معبد إيماخ، لأنه يذكرون به هو الذي ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 102. ويعتقد مؤرخون أن هاروت وماروت لا يزالان معلقين من أجبانهما في بئر المعبد حتى أيامنا هذه، وأن الآلهة ننماخ سخطت على شعب بابل ويأست من الإصلاح فرجعت أدراجها عائدة إلى بلادها في الكوكب 358 كما تقول خريطة الأفلاك السومرية. من بابل حيدر الشلبي، يو تي في.